عادة الشعب تسبق أي شيء آخر، سواء كانت محقة أو غير محقة، تسبق أي شعب آخر. احترام إرادة الشعوب مبدأ أساسي ثبته الدستور، تثبته المبادئ. احترام إرادة الإنسان وليس فقط الشعوب هو مبدأ أساسي. كل ما هناك يجب أن يكون هناك حوار جاد، ويكون هناك حكمة في التعامل مع مثل هذه الموضوعات، ويكون هناك تقدير واقعي لكل الأوضاع. أنا شخصيا لا أحب حقيقة، رأيت في حياتي الشعب الكردي يصل إلى نهايات سعيدة جدا ومنتصرة وعظيمة، لكن أحيانا خطوة واحدة قد تذهب سدى كثير من التضحيات وكثير من النضالات. رأينا ذلك في اتفاقية آذار 1975، كانت قوة الثورة الكردية على أوجها، ثم حصل اتفاق وأدى الثورة، أستطيع أن أقول لم يقضي عليها، لكن حقيقة أدخلها في مأزق خطير احتاجت لسنوات طويلة حتى تستعيد مكانتها. اليوم يجب التفكير بجد بكل هذه القضايا.